المشكلة الأساسية لما أخصت بين عمر 20 وعمر 50 أنه هاي نعم، فيها أصلاً أقل عرضة بالإصابة بالجلطات الدماغية. قبل ما نتحدث عن تفاصيل الدراسة وهل هي بالفعل علامة حمراء، ماذا يحدث في حالة الشخير؟ يعني لماذا نشخر بشكل عام؟ هلا فعليا الشخير هو عرض وليس مرض. الشخير هو عبارة عن صوت مزعج يصدر أثناء النوم. في بعض المرضى بيكون عندهم نتيجة انسداد المجرى التنفسي، نعم، سواء كان من بداية التجويف الأنفي أو التجويف البلعومي أو لحتى تضيق بالقصبات الهوائية. نعم، فهو عبارة عن عرض وليس مرض، صوت يصدر خلال مرور الهواء في الأنسجة المترهلة بشكل عام. فهذا الإشي هو بيدل على أمراض أخرى ممكن هي تكون بحد ذاتها أمراض خطيرة. نعم. نعم، وهي الأمراض هل هي بتتعلق بالشباب أو بالكبار بالعمر تحديدا أو لا، ما في فروقات؟ هلا فعليا هو ما في فئه عمريه محدد لها الشخير، فمثلا الاطفال كثير ممكن يشخروا نتيجه وجود ناميات انفيه اللي بتتسمى اللحميات، نعم، لانها عملت انسداد للانف فصار يحتاج الطفل انه يتنفس من تمه. نعم. الدراسه كانت متركزه بشكل اساسي على الشباب بين عمر 20 وعمر 50، وهي دراسه واقعيه واحنا لازم ننتبه عليها بشكل كبير، لانه كثير ناس بهاي الفئه العمريه ما بياخذ الموضوع بشكل جدي، بياخذ الموضوع انه انا عندي شخير هو بس مجرد صوت، بس ما بينتبه هل هو ممكن يكون جزء من مرض خطير او لا. المرض الخطير اللي احنا بنحكي عنه واللي اكدت عليه الدراسه هو عباره عن انقطاع النفس الانسدادي. نعم. هدول بيصير عندهم انقطاع نفس اثناء النوم، لما يصير انقطاع نفس اثناء النوم من اول اعراضه انه بصير عندنا هبوط بنسبه الاكسجين، هبوط بنسبه الاكسجين بترفع وظائف الجسم والشخص نايم، هلا فتره نعم. النوم لازم يكون بفتره راحه، ترفع نعم. وظائف الجسم فبتزيد عرضه الامراض المزمنه وبتزيد عرضه الجلطات سواء الدماغيه او القلبيه واضطرابات القلب، بالإضافة إلى دراسات سابقة أصلاً كانت مؤكدة على خطورة هذا المرض من ناحية زيادة عرضة الاكتئاب، زيادة عرضة الإصابة بمرض السكري. تخيلي هو مجرد انقطاع نفس انسدادي بيؤدي لإصابة بمرض السكري بسبب تغير إفرازات الجسم وإنزيماته وهرموناته، بالإضافة إلى نسبة الإصابة بشكل عالي بارتفاع ضغط الدم. نعم. طب دكتور، ليش الدراسة خصت البالغين تحت عمر 50؟ يعني الخطورة تقل لمن هم فوق 50 عام؟ لا هلا شوفي، هو الفئة المشكلة الأساسية لما أخصت بين عمر 20 وعمر 50 أنه هاي نعم. الفئة أصلا أقل عرضة بالإصابة بالجلطات الدماغية، نعم، هم بالوضع العام أقل عرضة بالإصابة باضطرابات القلب. فأنت مجرد حصول انقطاع نفس انسدادي بين هاي الفئة العمرية زادت بأضعاف مضاعفة وحصول نعم. سكتات دماغية، حصول اضطرابات قلب. الشخير انقطاع النفس الانسدادي هو موجود من الأطفال لحد الكبار، صح في دراسات بتأكد أنه بعد عمر 70 بيصير أقل حدوثه، بس هو فعليا موجود من الصغار للكبار. بس هاي الدراسة أكدت هاي الفئة العمرية لأنهم شافوا أنه عم بتزيد السكتات الدماغية، نعم، عم بتزيد مشاكل القلب أكثر من 6 أضعاف. شو نعم. المسبب؟ وجدوا أنه من أهم العوامل أنه يصير انقطاع نفس انسدادي. نعم. الانقطاع النفس الانسدادي هو إشي يعني فعليا لو ناخده بمنحة بسيط هو إشي مرعب. شخص وهو نايم بينقطع نفسه، بينزل الاكسجين، نعم. طبعا هدول احنا بنشخصهم بخلال دراسات، في دراسه مختبر النوم بنعمل له وهو نايم، بنقاس بناء عليه كثير عوامل من اهمها نسبه الاكسجين ومن اهمها معدل نبضات القلب، فانت بتشوف بيرتفع نبضات القلب بشكل كثير عالي، الاكسجين بينزل وبصير عنده انقطاع بالنفس بتؤدي لك لعلامات بتدل على وجود انقطاع نفس انسدادي. نعم. طيب يعني دكتور، اليوم لما نحكي عن هذا الموضوع في كتير أشخاص يمكن بيكونوا عم بشخروا ولكن ما بيكونوا على دراية بهذا الموضوع، فشو في عوامل ممكن تكون ظهرت عليهم صحية يشعروا بأنه في اختلاف بجسمهم ومما يخليهم يضطروا يروحوا لهاي العيادة وبناء عليها يعملوا هذا الفحص؟ مزبوط. هلا مش كل واحد بيشخر لازم يكون عنده رعب من انقطاع نفس انسدادي. نعم. من اهم العوامل اول شيء شريك حياته او الشخص اللي معه بينتبه انه هو ما عم بيكون شخيره مجرد صوت، هو صوت مرتفع وبيقطع ببعض الاوقات، يعني هدول بوصل لمرحله انه بيهدى الشخير بيرجع باخذ نفس كثير عالي لانه بهاي الفتره انقطع النفس بعدين اخذ نفس بشكل مزعج. فانا دائما بس نعم. انا بحكي لهم بيصير عنده كتمه بالنفس بعدين بيرجع ياخذ نفس. 2، هدول دائما بيكون عرضه للنعاس خلال النهار لانه ما اخذ القدر الكافي من النوم. نعم. بتلاقيه باي وضعيه فيها هدوء بيرجع بينام اجين، بتلاقيه وهو قاعد باجتماع بينام، في جزء منهم حتى وهو واقف على اشاره ضوئيه بينام. هاي الحالات الكتير شديده، هو بيحضر موفي بالبيت بيغفى، تعب خلال النهار، صداع مزمن اول ما يصحى لانه ما اخذ القدر الكافي من النوم، دوار مشاكل، بس مش بس تتعلق بصوت النفس، لا بتتعلق بإرهاقه طول اليوم.
هاي الامور بتدل على علامات خطره انه انت اللي عندك مش شخير عادي، انت في شيء بتعلق بانقطاع النفس، هذا بيؤدي لمشاكل كبرى واهم السكتات الدماغيه. طب دكتور حابه اوضح نقطه، انه هل في شخير عادي وشخير غير عادي؟ بمعنى يعني في اشخاص اذا بيشخروا عادي المفروض ما يراجعوا الطبيب المختص او عيادات المختصه كمان بالنوم وجودته؟ طبعا هلا احنا مبدئيا الشخير هو عباره حكينا صوت مزعج، في كثير ناس بيكون مجرد الارهاق بيعمل له شخير. قله النوم بتعمل له شخير، لانه مبدا الشخير هو عباره عن ترهل بالانسجه، بناء عليه صار مجرى الهواء وهو بيتحرك بالممرات الهوائيه بيحرك هاي الانسجه. من ضمنها اذا كان تعبان كثير بيؤدي للشخير، وضعيه النوم مثلا وضعيه النوم على الظهر بتزيد فرصه الشخير. في بعض حتى موضوع التدخين، تناول الكحول، التدخين، تناول الكحول بشكل اساسي والسمنه. هلا من اهم العوامل الخطر لهذا الموضوع شغلتين اساسيات، السمنه، والسمنه كثير من المرضى بيستغرب، بوصل عندي العياده انا يعني الاساسي بنقيس عمق الرقبه، بقول لي دكتور يعني هي مصاحه من الرقبه؟ لا، هو فعليا عمق الرقبه، لانه هذا المكان اللي ممكن يكون فيه ترهل للدهون اكثر وبيزيد لعرضه الشخير وانقطاع النفس اكثر. السمنه اهم عامل، اهم 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 عامل. والعامل الثاني هو العادات السيئه اللي مثل مثلا الكحول، لان الكحول هي بتاخر بتؤدي الى ارتخاء كامل بكل وظائف الجسم، فبترتخي الانسجه العضليه بصير فيها رخاء وبيزيد عرضه الشخير. بس مش كل واحد بيصير عنده شخير بفترات متقطعه مش بشكل مزمن ما بيؤدي لانقطاع النفس. الشخير عباره عن صوت منطقي، مرات وضعيه النوم بتؤدي للشخير، نخوفه انه انت ممكن يكون عندك انقطاع نفس انسدادي. طب لوين نتوجه؟ يعني من هو المختص إذا حسينا أنه الشخير عم بيأثر على جودة النوم وفي المقابل في اليوم الذي يليه جودة الحياة والإنتاجية؟ شو بحكي لك، هو الشخير عباره احنا دائما نعتبره مالتي تيم، هو ما بيقتصر على دكتور الانف واذن وحنجره. ببلش بدكتور الانف واذن وحنجره، السبب لانه المصدر الاول للشخير مثل ما حكينا هو الممرات الهوائيه، فهي غالبيتها تقيم من خلال طبيب الانف واذن وحنجره، سواء مشاكل الجيوب الانفيه وانحراف الوتيره، تضخم اللوزتين لانها بتؤدي لتسكير المجرى التنفسي، سواء مشاكل ترهل سقف الحلق، كلها بتتقيم عند طبيب الانف واذن وحنجره. بس هذا الشيء مش مقتصر عليه، احنا دائما نتعاون احنا واطباء الصدريه، لانه في كثير ناس عنده مشاكل بالصدر بتكون هي المسببه لانقطاع النفس. اطباء السمنه، انا بالنسبه لي مريضي الخطوه الاولى لما يدخل عندي على العياده يقول لي انا عندي شخير بساله عن وزنه، اول خطوه، ودائما بيشوفوا الناس انه هو سؤال محرج بس هي اهم خطوه، بساله عن وزنه، بحكي له انا بدي ابلش معك علاج بس انت بدك تبلش تساعدني بالوزن. هلا فهذول عباره عن اكثر من شغله، بس بالغالب المرضى بالشخير بيلجأوا للانف واذن وحنجره بسبب سهوله الموقف، انه بركي مشكلتي من انفي يحل لي الانف ارتاح. بركي مشكلتي بس عباره عن جيوب وهي الامور، بس هو له تشخيص واسع بمنظار من الانف للبلعوم الانفي بسيره مرضيه كامله، لهم اصلا دراسه بنعمل لهم سيرفي بنسالهم عن كل الاسئله مشان نقدر نقيم شدتها. واهم تشخيص لنتجنب انقطاع النفس الانسدادي انه نعمل له دراسه مختبر النوم، هاي اهم شيء، وبناء عليها بنقيمه خفيف متوسط شديد، في بعضهم بيحتاج بس تغير بنمط الحياه بتغيير الوزن والابتعاد عن التدخين والكحول وتغيير وضعيه النوم، وبعضهم بيحتاج لجهاز، جهاز السي باب هو الحل الوحيد له، لانه انت بالاخر ما بتقدر تحرم مريضك الاكسجين، بدك توصله لمرحله انه ما يقطع نفسه نهائيا خلال النوم. نعم، إذا هاي هي الطرق يمكن المناسبة لحتى أنه يتخلصوا الأشخاص من الشخير، ولكن هل بالضرورة يعني أنه لما يعملوا يمارسوا هاي يمكن الأمور أو القرارات اللي أعطتهم إياها في عيادة النوم، هل بالضرورة أو بوضع طبيعي رح يتخلصوا من موضوع الشخير، أو في أشخاص لا بيضل الموضوع بالنسبة لهم نسبي؟ لا، في اشخاص بيضل الموضوع بالنسبه لهم نسبي ومزمن. كثير مرضى بيجونا بيكون عندهم انسداد تام بالانف، انت بتحل له مشكله الانف سواء بعمليه او بعلاجات، برجع بحكي لك دكتور الشخير تحسن كثير، حتى بالغالب اللي بيبدي الراي في هذا الموضوع شريك حياته سواء الشاب او البنت، بس احنا الشخير دائما بنحكي الشخص لانه هم عرضه اكثر للشخير. يعني الشباب عرضه اكثر للشخير وللانقطاع النفس الانسدادي، بتخف اعراض الشخير عندهم، بخف تكرارها، بخف رتم الشخير وعلو صوته. بس المهم انا بالنسبه لي دائما بحكي للمرضى انا ما بيهمني بتشخر او لا، بيهمني بيقطع نفسك او لا، انا عندي رعب من كلمه انقطاع نفس، انا نفس انسدادي. لما يكون عمرك اقل من 50 ويصير عندك انقطاع نفس انسدادي، مش معقول انه انت تكون 6 أضعاف عرضه لاصابه بسكتات دماغيه اكثر من مقارنينك بنفس الجيل. نتيجه شغله واحده انقطاع نفس انسدادي، وبنضيف عليها طبعا عوامل اخرى، سواء كان عنده ستريس، سواء كان عنده عامل وراثي للجلطات الدماغيه، سواء كان عوامل اخرى، فهي بحد ذاتها 6 أضعاف. انا بيهمني انقطاع النفس الانسدادي بشكل كبير، اهم من موضوع
بس مجرد صوت مزعج. نعم. كل الشكر لك دكتور همام ريالات على هذا التوضيح، أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.